السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وأحبائنا، إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. أهلا وسهلا فيكم بالمحاضرة التعريفية لمادة الأناتومي لقسم جهاز الدوران أو الدولاشن سيستمي أو الكارديو فيسيكولار سيستم بالنسبة يعني درسوا باللغة الإنجليزية. في البداية قبل ما نبلش بمحاضرتنا التعريفية رح أعرفكم عن نفسي. أنا اسمي ديما ساريون من دمشق، درست الطب البشري بجامعة دمشق، بعدين إجيت لتركيا وكملت الدراسة بجامعة تراكيا بولاية إدلب وتخرجت منه الحمد لله. هلا حاليا عم جهز للاختصاص وسعيده بانضمامي لكادر نيرف اكاديمي. ان شاء الله رح نكون مع بعض هذا الفصل لنشرح ماده الاناتومي بطريقه سهله وبسيطه. بالبدايه قبل ما نبلش كمان بمحاضرتنا حابه نحكي شوي عن شو هي نيرف اكاديمي. نيرف اكاديمي هي عباره عن منصه جمعت مجموعه من الاساتذه اللي هن درسوا بجامعات تركيه وتخرجوا منها، وهن تعرضوا للمعاناة اللي انتو هلا عم تتعرضوا لها، بخصوصا انه معظمنا كلياتنا عم ندرس بلغة غير لغتنا الام، سواء كنا عم ندرس باللغة الانجليزية او كنا عم ندرس باللغة التركية. فحبوا يخففوا عليكم هاي المعاناة بشرح بعض المواد باللغة العربية طبعا، بس بالكلمات باللغة التركية وباللغة الانجليزية. الخدمات اللي بتقدمها منصة نيرف أكاديمي بتقدم محاضرات الـ A courses، هاي المحاضرات المسجلة اللي انتو عم تاخدوها، وعنا محاضرات نيرف تو نيرف، هاي المحاضرات مخصصة بين طالب والأستاذ مباشرة بصف خاص فيهم، وعنا آخر شيء محاضرات الـ E-classes. E-classes هي عبارة عن جروب من الطلاب بيكونوا لهم علاقة مباشرة مع الأستاذ، بتواصلوا معه مباشرة بشرح بعض المواد الخاصة فيهم. هلا بهاي المحاضرة رح نبلش نحن نحكي عن محاضرتنا بالنسبة لنا بالنسبة للأناتومي. هلا أي شخص أول ما بعد ما يخلص البكالوريا أو الليسا ويدخل على جامعة على كلية الطب البشري، أول شغلة بيقولوا له إنك أنت شلون رح تدرس مادة الأناتومي؟ مادة الأناتومي مادة صعبة، مش صلاحاتها مدري من وين جاي. هلا هي مادة مش صعبة، هي مادة تعتمد على الخيال وتعتمد على الصور. يعني الشخص ما بيحسن يدرس مادة الأناتومي بدون ما يجيب الصور قدامه ويقرأ عليها كل شيء موجود عليها ويتخيل الأبعاد اللي عم يقرأها. فالمادة بشكل أساسي بتعتمد على الصور بشكل أساسي. يعني الشخص لما بده يدرس مادة الأناتومي بده يجيب معه صور لهي المادة ويدرس على طريق هاي الصور. هل مصطلحاتها هي مش مصطلحات صعبة، إنما هي مصطلحات إلى لغة خاصة فيها، هي لغة لاتينية لا تعتمد على اللغة الإنجليزية ولا بتعتمد على اللغة التركية. بالبداية بتكون صعبة علينا لأنه هي غريبة هاي المصطلحات، بس مع الممارسة ومع المتابعة مع بعض بالمحاضرات ونشرح هاي المصطلحات بطريقة سهلة وبسيطة تفهموها وتكون معكم دائما بشكل ضل مفهومة ببالكم. هل محتويات دورتنا؟ الدورة تبعنا نحن بقسم جهاز الدوران أو الدولاشيم سيستمي أو الكارديوفاسكيولار سيستم رح نحكي عن قسمين أساسية. رح نحكي عن القلب بمكوناته بأبعاده بمحتوياته الداخلية والخارجية بالنسبة للشرايين تبعه، كمان عنا الأوردة والجبهة العصبية التابعة له. بعدها رح ننتقل عنا للأوعية الدموية، رح نحكي عن الشرايين، رح نحكي عن الأوردة، ورح نحكي عن الجملة اللمفاوية. هلا في عنا ميزة بهاي الدورة إنه بنهاية كل قسم من أقسامها رح نعمل محاضرة خاصة بتشيك ميستوري أو الأسئلة اللي احتمال تجينا على نمطها بالامتحانات، عشان واحد يحسن لما يدرس المحاضرة يعرف شلون رح تجي الأسئلة ومن وين كمان رح تجي هاي الأسئلة. فعنا بنهاية كل قسم من أقسام الدورة رح نحط عبارة عن محاضرة خاصة بهذا القسم بالأسئلة اللي احتمال أو إمكانية أو على نمطها يمكن يجينا هاي الأسئلة. هل نحن رح نكون إن شاء الله بهذا الفصل مع بعض على حوالي 7 من محاضرات نظرية، كل محاضرة بحدود الساعة رح نشرح فيها مفردات هاي المادة دورة هاي المادة أو هذا الجهاز كاملا، وعندنا محاضرتين لحوائل الأسئلة الاستنتاجية، كمان رح نحط محاضرة أو محاضرتين للعملي إنشاء المخابر اللي رح لما بتفوتوا على المخابر نمط الأسئلة اللي بتجي بالمخابر، نمط امتحان الزل، شلون بتيجي السرعة تبع امتحان الزل، رح نحاول نعمل على نمطها بحيث تكونوا إن شاء الله جاهزين لتدخلوا على تدرسوا مادة الأناتومي بطريقة سهلة وبسيطة. هل كمان في عنا ميزة
لما أنا كنت مثلكم طالبة بالجامعة بالسنين الأولى لما أدرس مادة الأناتومي كثير استصعبة، كثير أقول إنه شو لها علاقة بالنسبة إلي للطب، أنا شو بيهمني فيها؟ لما بلشنا بالسريريات ولما بعدين بلشنا بالممارسة السريرية بالمشافي بلشنا نكتشف أهمية مادة الأناتومي. مادة الأناتومي أهميتها إنه هي مترابطة لكل شيء بدنا فيما بعد، يعني بالنسبة للسريريات، بالنسبة للقسم الباطنة، بالنسبة لأي قسم تاني وخصوصا قسم الباطنة والجراحة. فهلا نحن رح نعمل شغلة مشان نحاول نجعل مادة الأناتومي نجعلها مادة سهلة وسلسة، نربط لكم اياها، رح نحاول نربطها ببعض القصص السريرية اللي احتمال مثلا بكرة بالسنين اللي بعدها ان شاء الله بتصيروا بالمراحل السريرية، انه هذا مثلا هاي القصة السريرية ليش ربطناها نحن بمادة الأناتومي. فعن طريق هاي اللي حنحاول نبسط هاي المادة، نربط لكم اياها شوي بالمواد السريرية لتصير عليكم مادة سهلة وبسيطة، وانه ليش هاي المادة محطوطة بسنين الأساسية وليش هي مادة هامة من مواد الطب. عن طريق القصص السريرية ان شاء الله رح تكون عليكم سهلة وبسيطة، والله يعطيكم العافية، وملتقانا ان شاء الله بالمحاضرة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.